أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟ نعم، يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟ والله أنا أنصح لك أنك تؤمن بالقضاء والقدر ولا تدخل في التفاصيل، لأنك سيكون عندك أوهام وشكوك، ولا تدخل إلا مجملا، تؤمن بالقضاء والقدر مجملا وتكتفي بهذا. لكن إذا أردت أن تطلع لزيادة العلم والإيمان، فأقرب شيء العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. نعم.